السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد، وأنا محمد سعيد من قناة تأسيس وتعقيد. وإن شاء الله النهاردة ده الفيديو رقم 2 في كورس المحادثة كي جي 1 من الصفر. خدنا الفيديو اللي فات إزاي نشاور على حاجة ونقول إتس أ بن، إتس أ كايت، إتس أ رولر. النهاردة هناخد ليسن 3، توك أباوت ذا بيكتشر، ذين ليسن أند ريد. أي أم جريت، أنا عظيم. خدنا قبل كده واتس يور نيم، My name is Hannah. النهارده هناخد how are you. How are you بتسأل عن كيفية أو الحالة. How are you؟ هقول I'm fine. Fine, thank you. How are you؟ I'm fine, thank you. تاني how are you؟ I'm fine, thank you. هنضيف دي بقى دي بتاعت الحصة اللي فاتت اللي هو إيه what's your name. لما أجي أسأل ابني أقول what's your name؟ My name is Hannah. How are you؟ I am fine, thank you. تمام، وكان ناخد بقى السن والحاجات الإيه الباقية بعدين بإذن الله تعالى. نكمل. طيب هنا بقول له إيه؟ هاي داني، هاو ار يو؟ اي ممكن اقول ام اوكي، انا كويس، ام فاين، ام جريت، ام جود، ام جود. دي كلها اجابات صح، انا كويس، انا بخير. انا طبعا الادفانس انجلش ممكن اقول اي كانت كومبلين، ده كان مش علم دلوقتي اللي هو ايه، انا مش قادر اشتكي، يعني انا في نعمه، انا في خير. يعني تاني بتاع هنا جيجي، تاني واتس يور نيم؟ ماي نيم از جان. هاو ار يو؟ ام فاين. ام فاين، ام اوكي، I'm good. It's everything okay. اهو زي ما انت شايف I'm okay, I'm good. اي جاي من دول تنفع. نكمل. Look هنا بيقول لي مايك، مايك how are you؟ مايك قالها I'm great, thank you. Be friendly، كن عطوف او كن طيب. تمام، سهل جدا طبعا، ما فيهاش اي كلام. طيب بعد كده بيقول لي sing، مين اللي هيغني بقى؟ انا ما اعرفش اغني، هنا هتغني؟ يلا هنا غني عشان تبعتوها في الفيديو. ها Hi, how are you? How are you feel? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. How are you? I'm okay. How are you? I'm fine. I'm great. How are you? How are you? I'm fine, thank you. How are you? طب انا احسن منك يعني. طيب بعد كده بيقول لي هنا زي ما انت شايف لازم المحادثه، لازم المحادثه على طول علشان ال 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 الممارسه. المحادثه مهمه جدا جدا، الممارسه مهمه جدا. براكتس ميك بيرفكت، يعني مهم جدا الممارسه. ونوقف الفيديو عشان الراجل اللي بره ده ونرجع تاني. طيب زي ما احنا قلنا لازم ايه؟ احنا قلنا لازم ايه؟ لازم نمارس. فهنا هتسال جنى وجنى تسال هنا. يلا يا هنا. How are you? I'm fine. لازم أقول thank you. How are you? Fine, thank you. سيديها جنة. How are you? I'm fine, thank you. عادي نسأل بقى I'm great مكانها. How are you? I'm great, thank you. How are you? I'm great, thank you. نسأل بقى I'm good. How are you? I'm good, thank you. I'm good, thank you. How are you? I'm good, thank you. تمام. طيب هناخد درس تاني. ده حاجة سهلة جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة. الدرس التاني بيتكلم عن إيه؟ بتكلم عن shapes. shapes اللي هي الايه؟ اللي هي الاشكال. طيب الدرس الثاني يا جماعه بتكلم عن shapes، الاشكال. تمام، لازم الطفل يعرفهم. دي اسمها ايه؟ يلا هنقري. circle. قول ورايا زي ما هنا وجينا بنقول ورايا. repeat after me. circle. اسمها circle. square. triangle. كلمة تراي معناها ثلاثة باللاتيني، حتى العضلة ديت اللي هي بنلعبها في الجيم اسمها تراي. نلعب باي وتراي معناها عضلة ثلاثية. حتى كلمة تراي معناها كلمة ثلاثة باللاتيني، وكلمة انجل زاوية معناها ثلاث زوايا. triangle. ناخد بالنا من النطق. triangle. rectangle. كلمة ريكت أربعة باللاتيني، انجل زاوية، rectangle. طبعا ده لازم الطفل يعرفهم. هتجيب عندك كرتون مقوى أو عندك مثلث ومسطرة عندك دايره، والطفل يقول سيركل، سكوير، تريانجل، ريكتانجل. بعد كده كمان الطفل هسال الطفل اقول له از ات ا سيركل، هجيب له كده اي حاجه، حاجه مربعه، حاجه دايره، حاجه اي حاجه. همسك ده مثلا وهقول له هنا از ات ا سيركل؟ نو ات ازنت. از ات ا سيركل؟ نو ات ازنت. تمام، همسك حاجه ثانيه مثلا زي ايه؟ زي السماعه دي. هقول از ات a square? No, it isn't. Is it a rectangle?
Yes, it is. طبعا السماعة دي مستطيل، يبقى سهلة جدا جدا جدا، يا إما أقول yes it is إنه يكون، أو no it isn't لا يكون، بقول لي isn't بتساوي is not. تمام، سهلة جدا جدا، لازم يمارس مع الأطفال في البيت. تمام، طيب بعد كده بقول لي match يعني وصل، match وصل. هنا بقول لي جايب لي كلمة خدناها قبل كده ruler مسطرة، هنا جايب لي bread خبز، أو ده triangle مثلا، أو triangle يعني مثلث، بعد كده ده rectangle، بعد كده سيركل، بعد كده ده ايه؟ ده سكوير. طيب هنوصل طبعا ايه ببعض، ممكن نحطهم في الكراسه عندك وتوصل بايه؟ وصل ببعض. تمام، بعد كده بقول لي لوك ات اسك اند انسر، از ات ا تريانجل؟ يس ات از. لوك اتس ا ريكتانجل، هذا ايه؟ هذا مستطيل. يبقى مطلوب من الطفل في الفيديو ده هيعمل ايه؟ يمسك لي حاجات يقول اتس ا ريكتانجل، اتس ا سكوير، اتس ا سيركل، اتس ا تريانجل. تمام، وانا اساله اقول له، امسك له كده مثلا مربع اقول له از ات ا سيركل، يقول لي نو ات ازنت، او يس ات از. لوك اتس ا سكوير، لوك اتس ا سيركل. ده ايه؟ ده درس النهارده، هيبقى هيقول لك التدريبات دلوقتي حالا. ده الدرس الجاي ان شاء الله هناخد ارت كلاس، هناخد الالوان باذن الله تعالى. بس نجيب الاول ايه؟ ستوب شير، شكلنا وحش كده ليه؟ ستوب شير. نجيب ايه تاني؟ نجيب حاجة من جوه، كتاب تدريبات، كتاب التدريبات، التدريبات، نعمله بس شير سكرين. شير سكرين ونجيب دي، ده التدريبات. نجيب بس الأدوات اللي احنا خدناها دلوقتي، احنا مش وصلناش يا صاحبي. ناخد كمان معاهم النهارده ان شاء الله parts of the body، خدنا shapes الاشكال، وازاي اقول how are you I am fine، وهناخد النهارده اللي هو الايه ال اجزاء الايه؟ اجزاء الجسم. تمام؟ طبعا راس يعني هيد، رقبه، نيك. قولوا هيد 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 نيك 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 البو 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 arm 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 ني 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 يعني ركبه، ني ني الكيسه طبعا، ليج 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 فوت فوت. الفرق بين ليج وفوت، ليج اللي هي فيها ايه؟ اللي فيها العصب بتاعي، الفوت الحته اللي بس فيها الايه؟ الشوز من تحت. تاني هيد هيد نيك نيك البو البو ارم ارم ني ني ليج ليج فوت فوت، اسمها فوت ومش فوت. طيب انا هعمل ايه بقى؟ الطفل هيقول I can't touch my head، I can't touch my nose، I can't touch my eye، I can't touch my ear. هو مش جايب ماوث، I can't touch my mouth. خلينا ماشيين معاه زي ما هو ماشي الجزء اللي احنا خدناه ده. تمام، I can't touch my head، I can't touch my neck، I can't touch my elbow، I can't touch my arm، I can't touch my knee، I can't touch my leg، I can't touch my foot. ده هو ده elbow. تاني elbow 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 wrist 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 بتاع wrist, wrist. finger 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 hand 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 finger nail finger nail اللي هو ضفر الايه بتاع الضفر بتاع الايه الصابع. This is an arm، this is an arm. هذا يكون ايه؟ يكون ذراعي. leg 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 فيها ايه؟ فيها knee، فيها الانكل وفوت. بلاش المستوى دلوقتي، خلينا بس نعرف اعضاء الايه، اعضاء الجسم. تمام، اي 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 اير 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 نوز 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 تيث 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 تيث. يلا يا جنى، وير از يور نوز؟ وير از يور اي؟ وير از يور فيس؟ مناخيرك من عينك يا نهار ابيض، قلت مع وشي. وير از يور نوز؟ وير از يور اي؟
Where is your head? تكرف إيه؟ Where is your ear? Where is your teeth? Where is your mouth? Where is your arm? Where is your hand? Where is your finger? Where is your knee? Knee مش neck. Where is your foot? تمام. مش عارف ساعه كده. حلو. تعالوا. يلا يا لولو. Where is your nose? Amazing. Where is your eye? Amazing. Where is your face? Face. شطرة. Where is your ear? شطرة. Where is your mouth? Where is your teeth? شطرة. Where is your hand? شطورة. Where is your finger? Amazing. شطور. Good job. طيب يا جماعة ده اللي هنعمله مع الأولاد ونصور الفيديو ونصورهم بالطريقة دي بالظبط ونقول لهم where is where is where is ده حاجة كويسة جدا. يلا هنا بقى لهنا كبيرة على الحاجات دي. ماشي اشوفكم على خير ان شاء الله ويا ريت تشجعونا عشان نكمل في السلسله ديت في الصيف منها نذاكر كلنا نذاكر مع بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله او السنه الجايه واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.